هذا وأعلنت مؤسسة مترو الجزائر عن توقف مؤقت في حركة نقل المسافرين غدا الاثنين بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا بالموازاة مع تدشين محطة ساحة الشهداء وقالت المؤسسة في بيان لها إن التوقف يشمل محطة تفورة البريد المركزي وكذا الحراش والسط لتدارك هذا التذبذب في النقل بالمترو سيتم توفير خدمة بديلة بوضع حافلات النقل الحضري وشبه الحضري إتوزا في خدمة المسافرين على هذه الخطوط يضيف بيان الشركة